اوكي، مرحبا، معكم راني. نحن هون صرنا في القسم 7.5 من الكتاب لينيو هاسكل فور جريت جود. رح نكمل في احدى الوحدات البرمجية اللي بنضيفها على شغلنا اسمها داتا دوت سيت. اوكي، هلا سيت، كلمة سيت بالانجليزي معناها انك تحط في شيء وتحضره لحتى يعمل شغله. اوكي، هيك بهالمنحة هذا كله على بعض. اوكي، لكن هون الست مش معناها انك تحضر، هون معناها المجموعة. اوكي، وهون كل علاقتنا حتتعاطى مع يعني ترتيب للمعلومات، الارقام، الكلمات، هذا بطريقة المجموعات زي ما بفهموها اساتذة الرياضيات. اوكي، بالرياضيات بيعتبروا يعني الشيء بيكون مجموعة لما تكون عناصر هاي المجموعة، اوكي، او العناصر اللي بيألفوا هالمجموعة يكون كل واحد فيهم منفرد بحد ذاته، ما حدا منهم مكرر مرتين. يعني اللستة اللي بتكتبها، لو فرضنا نجيبهم من لست ونحولها لمجموعة، عناصر اللستة اللي مكررين بدهم ينحذفوا منها، ما بيبقوش فيها، بيبقى بس واحد منهم. اوكي، واحد منهم بيمثلهم كلهم. اوكي، طبعا هذاك اللي طيرناه طيران خلص، بنحفظهم بنحذفهم ما عشان فيهم. اوكي، اذا كل شيء اللي تعلمناه احنا زمان بالمدرسه عن المجموعات، اوكي، كله بيرجع بهذه الوحده البرمجيه. تمام، هلا خلينا نشوف بالجي اتش سي اي. اوكي، مش ضروري اكتب شيء بملف او شيء، هو بس فينا مباشره نستعملها. اوكي، طيب هلا اول شيء كيف بدنا ناخذها؟ بنكتب import data dot set. اوكي، هلا بدي فيني اعمل هيك، بس فيني اعمل شو؟ اذا عملت هيك بصير فيني ضل اكتب data dot set dot كذا، اوكي، لاطال الفانكشنز اللي بتعلقوا بالداتا دوت سيت. لكن فيني اعملها qualified. اوكي، خلينا نصلحها بس حرف A. اوكي، ونسميها as set. بصير بلشت اكتب كل ما اطلب فانكشن تابع للمجموعه او مجموعه الدوال اللي هي اسمها داتا دوت سيت، بصير هذه لا سيت وبس، سيت نقطه كذا. اوكي، ف اس سيت. اوكي، هلا نزلت. هلا شو بجي بعمل؟ مثلا بدي خلينا نفترض انه عندي هالمجموعه من الارقام let my list. اوكي، بتساوي شو؟ واحد 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 واحد، اثنين اثنين، مقصود انه هون اثنين انه تتكرر. اوكي، مقصودة انها تتكرر، يعني مش بالضرورة بالترتيب اللي انا ماشي فيه، بس الفكرة انه انا عم حاول افرجيكم كيف بنفس الوقت انه لما نستعمل الست فينا نختزل اشياء المكررة. اوكي، نستفيد منها بالطريقة. ماشي، هلا لما بقول له my set 1. اوكي، خلينا نفترض في عندنا هالقيمه my set 1. اوكي، اللي هي شو؟ set dot، يعني كان فينا نستعمل هيك بالاول، خلينا نقول لكم data dot set. اوكي، شكله ما عم ياخذها. set dot، شايفين هاي كل الفانكشنز بتعلقوا بالسيتس. اوكي، ف فانا بدي منهم اللي هي from list. ليش؟ لانه انا عندي الليستة اللي هي my list. اوكي، وبدي احولها لست. فلما بعمل هيك، اوكي، هلا لما باجي بقول له my set 1، بس هيك حتى اطبعها على الشاشه، from list. اوكي، بسبب ال from list صارت هيك. اوكي، يعني ال my list اللي هي فيها تكرار الواحد، تكرار الثلاث، تكرار الاثنين، تكرار الاربعه، تكرار الخمسه، طير لي هن. اوكي، وثبتهم بعنصر واحد بمثلهم كلهم لكل واحد منهم. طيب هلا صار بهالحاله، لو بدي انا بعمل my set 2 تساوي شو؟
set dot my لا عشو عفوا from list مباشرة اللي هي مثلا 2 8 6 1 و5 ماشي فيني اعمل هيك لستة. هلا لما اقول اطبع my set to اوكي بتنزل هيدي هي اللستة ماشي. هلا لما بدي اجي هلا مدام مجموعات صار فيني اعمل التقاطع اللي هو الانترسكشن كما يلي. هي اول شغله فينا نعملها. فسن فينا نقول set dot intersection تقاطع بنجيب المشترك اوكي. فبنجيب my set 1 و my set 2 بتطلع عندي شو المشترك مين مشترك بيناتهم. هاي اللستة القديمة اللي هي من الواحد للخمسة وهاي اللستة الجديدة المشترك بيناتهم بيطلع هذا. طيب هلا هذا اذا حكينا عن الوحدة لما بتحكي عن الوحدة لازم تثبت تضلك ثابت على اساس مبدأ ال المجموعة انه ممنوع يتكرر شيء. فاذا انا هون عندي هدول المشتركين ممنوع اكررهم فبيبقى عندي الزيادات وبضمهم بأقل المجموعة. فاذا بستعمل set dot union اوكي خلينا نحررها ما عليه اهون. فعندنا الفانكشن set dot union my set to my set to اوكي بيطلع شو 1 2 3 4 5 8 5 8 6 اوكي. طيب هلا بدي اطلع الفرق بيناتهم يعني اللي هن مش اللي هن ضد المشترك اوكي. وبستعمل ديفرنس اوكي اللي هن الثلاثة والأربعة اوكي. لأنه إذا المشترك واحد واثنين وخمسة اوكي الثلاثة والأربعة مش موجودين تمام. طيب هلا كمان في عنا نشوف في فانكشنز اخرين اوكي. في عنا فانكشن اسمه set.null. set.null هذا بيخليني اتحقق اذا كان الليستة اللي نتجت هي لستة فارغة ولا لا اوكي. يعني بالاخر كلستة كست كمجموعة يعني لانه كل شيء بالاصل اصلا لس عرفت شو. فمرات بخربط انا بالحديث بسبب هالشيء اوكي تقريبا لانه نفس المنطق تقريبا اوكي. على بس على شرط انه لازم يكون كل شيء فريد من نوعه اوكي. فاذا لو جبنا نحن هلا هون خلينا نقول اوكي let my set 3 اوكي بتساوي 150 و60. هلا هون بدنا نجيب شو set from list ماشي. هلا اذا انا جيت مثلا set dot intersection ل مين يا سيدي هيك قلنا مثلا my set 1 مع my set 3 اوكي. اذا بنطلع هون هاي الست 1 والست 3 اوكي شو بتطلع النتيجه التقاطع تبعهم فاضي. يعني اذا اجيت انا بدي بقول set dot null ل كل هذا الحكي اوكي ولازم يطلع شو ترو ماشي. اذا انا جبت set 1 و set 2
بيطلع فولس لانه في نتيجه. عرفت شو؟ هيك بستفيد افضل استفاده من النل، لانه هاي تجي على الطاير خلال الشغل. اوكي؟ لانه انا بتحقق من شيء اذا كان انه فاضي ولا مليان وانا اصلا مش قدام عيني. عرفتوا كيف؟ هي اهم شغله، انه هو مش منشاف شوف عيني. اوكي؟ انا عم بنشغل ولا عم بطبعه على الشاشه. تمام؟ لانه بيكون هو من سياق عمل البرنامج وانت يعني مسلم البرنامج للزبون تاعك. خلينا نفترض هذا الطريق. اوكي؟ ف ست هلا في فانكشن بيعطيني بجهز لي ست فاضي، مجموعه فاضي، فهو اسمه ست دوت امتي. اوكي؟ طبعا ست دوت امتي من لسته فاضيه بيحول لنوع اسمه ست. اوكي؟ طيب، فاذا مدام دائما عم نستعمل مدام انه دائما عم نستعمل الفروم ليست، اذا لازم اشوف هي بعكسها التو ليست، الى لسته، بس الى لسته ما بتكتب لي فروم ليست هيك، طلع لي اياها بدون شيء، بس لسته عاديه. اذا لو نجيب مثلا تو سيت تو ليست، اوكي، للماي سيت تو او ثري whatever. اوكي، شو بتنزل؟ بدون كلمة from list. اوكي، هي لما انا جيت حضرت الفروم ليست هون ماي سيت 3، لو اجيت بدي اطبعها الماي سيت 3 كان حط لي كلمة from list. اوكي، مثل ما صار معي هون بالاول from list. اوكي، لانه هاي طبعا عينها هاي القيمة intersection باي قيمة اخرى. اوكي، وبتطلع معك فروم ليست بهالطريقة لما تحاول تطبعها. اوكي، مثل ما عملنا نحن هون كمان، كله نفس الشيء. اوكي، كله نفس المعنى بالهيد بالاخر. طيب هلا بنكمل عندنا كمان السيت دوت سايز، بدنا نعرف قديش حجم المجموعة. اوكي، ففينا نستعمل السيت دوت سايز. اوكي، وين عم نكتب؟ اوكي، فبنقول له مثلا set dot size، خلينا نكبرها شيء محرز اكثر. اوكي، ل set dot union. هلا طبعا هاي تنسوش علامه الدولار معناها انه بدل الاقواس. اوكي، union ل my set 1 my set 2. اوكي، اطلع 7 هاي اليونيون تاعها. طبعا عدوا 1 2 3 4 5 6 7 رايح، 8 موجوده، فاذا هن 7. اوكي، لما تلحق العد يعني معي. اوكي، يطلع الحساب صح. طيب كمان بدي اضيف العنصر رام 4. اوكي، على الليسته. تمام، طبعا بتلاحظوا دائما بيطلع مرتبين، لانه المجموعه لازم كمان تكون مرتبه، يعني ما فيك تقول منها مرتبه. اوكي، لازم ترجع ترتبها. ف فاذا بنقول set dot insert، راح ازيد السبعه على اليونيون. اوكي، insert السبعه، حتى نشوف بس عشان اني بدي اعرف كيف الفورمات تبع الكتابه. اوكي، فاذا على، خلينا نحطه هون. اوكي، على يونيون وانسيرت هون. اوكي، والاربعه. اوكي، احنا الجامع تبع المجموعتين، اوكي، او الوحده بين المجموعتين بتطلع هاي. اوكي، فهون عم تنزاد الاربعه، بس شو صاير عندي هون؟ الاربعه لانها ممنوع تتكرر ما بتنزلش، بس اذا حطيت السبعه ما بتحسش انه صار في فرق، فبتنزل السبعة لانه مش موجودة. ماشي؟ طيب، حلوة هالتريك، هاي الخدعة هاي، انتبهوا لهاي. طيب الديليت بتشيل العنصر اللي بدك اياه من الليستة، فبنشيل السبعة هيك بهالحالة. لا، بنشيل الثمانية لانه باليونيون
مش موجودة الوحدة. خلينا نشيل هاي الانسيرت، عم نقول ديليت، تطلع ستة، العدلة ستة. اوكي طيب، هلا هون كمان في عنا فانكشن اسمه سينجلتون، هذا بياخد عنصر واحد من نوع معين واحد وبيقلبه لعنصر واحد في الليستة، اوكي في الست يعني في المجموعة، فبتطلع فروم ليست هيك تسعة بين قوسين. اوكي بس هذا شو عنصر، يعني مجموعة من عنصر واحد، اوكي عنصر مستفرد فيها. طيب هلا بدك تعرف اذا هالمجموعة العناصر هدول هن جزء من مين، من مجموعة هالعناصر هاي. اوكي فبتستعمل is subset of. تمام هلا حتى لو كانوا اثنين شبه بعض 100%، اوكي فيك تستعمل subset of وكمان تعطيك النتيجة انه ايه صحيح فعلا هي جزء من المجموعة. اوكي لكن اذا استعملت is proper subset، proper يعني على الاد، اوكي شو اسمه يعني هون كيف بدي اقول على الاد، يعني انه انت بس السبست اوف كانه عم تستعمل كانك عم تعمل نفس طريقه الاكبر او يساوي، اللي عم بقصده من هون الاكبر او يساوي هو كلمه الاو يساوي. اوكي انه حتى لو قلت جزء منها او يساويها المجموعه بيعطيك ترو لما تستعمل السبست اوف، بس البروبر يكون فعلا انه هو جزء مش جزء او يساوي. اوكي يعني هات مشان هيك بتطلع غلط. اوكي هلا هون بطبيعه الحال هذه المجموعه ولا واحد، يعني كيف بدي اقول، يعني في عندنا الثمانيه مش من المجموعه اللي على اليمين، لذلك هاي المجموعه كلها على بعض ما بتطلع جزء من هاي المجموعه، لازم يكون كلهم داخلين في المجموعه هذيك. اوكي يعني الانترسكشن تبع هون هو السبست او هو المجموع الجزء اللي انت عم تستعمله. اوكي طيب هلا بيبقى عندي شو الفلتر. الفلتر مثل ما كنا نعمل فلتر تصفاي فلتر بالاول. اوكي فعم نستعمل فلتر على الاود. اوكي عم نجيب كل شيء مفرد من هالليسته هاي. هلا هو شو عامل هون، جايب هاي الليسته مصفيها كليست كست، ورد تاني مرة نطلع منها شو الاود اللي هن اعداد مفرد، يعني وحدهم خلاهم انه او خلاهم فرديين عن طريق المجموعة، فصار ما عادش في عنده غير نوع واحد او قيمة وحدة ما في مثلها بالمجموعة هاي، وصار عندك هون الاود بتصفيهم، فبتطلع منه بسبب الاود بسبب الفلتر اللي عامله هون بتصفي منهم بس المفرد بسبب هاي الاود. اوكي طيب هلا هون في تريك حلوة. هون طلعوا هاي الأرقام شيك. هلا فروم ليست شو طلعت؟ بتفرد لك هنا، بتحطهم يعني فردين. اوكي فبصير عندك ثلاثة بتنزل او كيف دول، يعني عندنا هون ثلاثة والأربعة. اوكي هدول بتظبطه على اساس انه يبقى عنصر واحد منه. هلا شو اللي بصير عندك هون لما زيد الرقم واحد على اثنين اللي هي اصلا من الفروم ليست، شو مالها يعني هاي بقى احسن شيء بتعرفوا شو، خليني اكتب لكم اياها بشي محرر. اوكي شوفوا كيف انا عندي هلا لستة هيك، ماشي هلا صار عندي هلا الثلاثة والاربعة مكررين، لاحظوا. اوكي هلا الماب بالفانكشن الموجود شو لازم يعمل، لازم يطبق الزائد واحد يعني زيد واحد
على نتيجة set from list. طب نتيجة الست فروم ليست شو بتطلع؟ بتطلع اذا هاي احنا بلشنا هاي الليستة وبدي احولها لست، فبتبقى عندي هيك اوكي، وبتصير طبعا فروم ليست صح. طيب هلا ما دام عملنا هيك بدي ازيد عليهم واحد، فانت عم بتقول خلينا فروم ليست اوكي لمين؟ ده هاي كلها هيك، بس شو عم نعمل فيها هيك، وبعدين بنقول له بلس 1 بلس 1 بلس 1 لانه عملنا ماب بسبب الماب، بلس 1 بلس 1 لحظة شوي، ايه وهون في بلس 1 بلس 1. طيب خلينا نقول بعد مرة فروم ليست، بعدنا ما خلصنا عم نأخر كل شيء لانه الهاسكل بتتصرف بطريقة مؤخرة اوكي، بتأخر كل شيء لازم ايفاليويشن. طلع علي هاي هون شو بتصير؟ أربعة. هيدا شو بتصير؟ خمسة. هيدا شو بتصير؟ ستة. سبعة. هذا شوي اوكي، فاذا هاي بتصير أربعة، هيدي هون بتصير خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وثلاثة. ماشي، هذه هي اللي بصير في الماب اوكي. هلا اذا على فرضا مش عارف، انا مش اكيد من هاي، اذا صار في مثلا رقم ستة لا ما بتصير شيء اوكي، هي هاي شوي انا معصبتني بس انا فهمت عليها اوكي ولا لا. المهم المشكله انه كان انه اذا كان في رقم نضيفه على المجموعه هون وبيقعد بيتكرر مره تانية لانه تخربطت لما تزيد واحد وهون على ثلاثه اوكي. هلا وتصير ثلاثه هون مره تانية اوكي، فما تعتلوا هم الموضوع. المهم فبهالحاله بتصير عند الماب بهالطريقه، فبتنزل هي هي الست الجديده بالنهايه في الماب اوكي. بس اهم شيء لما دخل الفروم ليست اوكي راح صفوا لك هن وخلاه هون مثل يعني فريدين بكل عنصر. طيب هلا بسبب الفروم ليست وفانكشن المقابيل اللي هو التو ليست اللي هو بيعكسها، يعني بيحول لك من يعني السيت سيت فروم ليست بتعمل تحويل من ليستا لست اوكي، من ليستا لمجموعه اوكي، والست تو ليست بتعمل تحويل من مجموعه لليستا. فبالحاله اذا انت بدك تصفي الاحرف وتعرف هاي الكلمه او هالجمله هاي بقلب هالليسته هاي، طبعا انت لما تعتبر انه الست او عفوا تعتبر الجمله كليست اوكي، جمله الحروف كليست وتحولها لست، هيك انت عم بتحاول تعرف كل شو هن الاحرف المستعمله بهاي الكلمه اوكي، حتى لو تكرروا هتشوف. فهيك انت هاي الجملة مثلا هاي واتس كراكلينج اوكي، ف بحطها وبتنزل الاحرف المستعملة طبعا بالترتيب الابجدي، لازم ينزل الترتيب الابجدي اوكي. كمان هي نفس الشيء هيك ماشي. ف يعني هذا الفرق بين الفانكشن تبع النب اللي مستعمل مع الليست اللي هو بصفي وبوحد الامور اوكي، بالنسبه لتبع الست. الست برتب لك هن اوكي بالرغم انه عم بيصفي في مقابل النب اللي هو بصفي اوكي، بس النب بحط لك هن بالترتيب اللي اجوا فيه اوكي. ف بناتنا الست نب اوكي دائما اسرع من النب العادي اوكي تبعت اللست. وهذا كل شيء عن القسم 7.5. ارجو تكونوا استمتعتوا معنا بالشرح، وتكبسوا على اللايكس، تكبسوا على الاعلانات، تكبسوا على شو بعد في كمان سبسكرايب اوكي، تخبروا رفقاتكم على القناه. شكرا جزيلا، سلام.